السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع أنت على طريق السيارة اللي يربط مدينة تيزي وزو بطريق سيار شرق غرب، انطلاقا من المحول الضخم في النقطة الكيلومترية رقم 10 والذي تم إنجازه هذه حوالي عامين أو 3 سنوات ودخل في حيز الخدمة. يعني انطلاقا من هذه النقطة سوف نتعرف على المسار تاعها في الطريق على ضوء آخر فيديو تم إنجازه في الأسبوع هذا. إذن نتابع المسار تاع الطريق هذا كله إلى حدود بلدية الجباحية، وسوف نقسم هذا المسار إلى جزئين نشاهدهما في زوج فيديوهات منفصلة عن بعضها، لكن في الأسبوع هذا إن شاء الله سوف نعرض هذه الزوج فيديوهات. إذن تابعوننا على القناة. وهنا نلاحظ أنه المسار هذا فيه مازال فيه أشغال كثيرة. وهنا نلاحظ انه فيه منحدرات كثيره وكبيره على المسار نتاع الطريق. وهنا كل هذا الجزء اللي رانا نمشوا فيه مازال الاشغال، يعني راهي في البدايه نتاعها. على كل حال احنا الفيديو هذا راه تم تصويره في الاسبوع الماضي والاشغال راهي مازالها تمشي. على كل حال رغم الصعوبة لكن احنا نطالب بإسراع في هذه الأشغال، وكذلك نطالب بوضع كل الوسائل المادية سورتو الماتيريال. هذه الطرق هذا النوع من المشاريع لازم تكون لا فورس دو فراب هي الماتيريال، لازم يكون الماتيريال سوليد والماتيريال يكون موجود بكثرة باش ينتهي المشروع هذا، لأنه المشروع هذا يعتبر هام جدا بالنسبة للمدينة تاع تيزي وزو. سوف يرفع الغبن على الطريق على السكان، لأنه مدينة تيزي وزو اللي ما يعرفهاش هي مدينة تعتبر تقريبا معزولة في وسط الجبال، عندها منفذ واحد باتجاه جزائر العاصمة باتجاه تنية، من جهة تنية هذاك هو الطريق الوحيد الموجود، لكن من الجهة الجنوبية ومن جهة حتى من جهة بيجاية فهي طريق وعرة جدا، لأن المدينة معزولة لي أنكلافي يعني لي أنكلافي. فالطريق هذا سوف يفك العزلة على مدينة تيزي وزو، سوف يربط مدينة تيزي وزو بالجزائر. هذا مهم جدا يعني ديزونكلافي هذه المنطقة هذه. إذن لابد وضع الإمكانيات لانتهاء من هذا الطريق. ونلاحظ أنه مازال شوف الطريق مازال ومازال ما وصلناش للأنفاق نتاع واش يعيطوا لها دراع الميزان، مازال ما وصلناش للأنفاق نتاع دراع الميزان. وأنا مازال نشوف يعني التضاريس باه نوصل المدينة تاع تيزي وزو لطريق السيار شرق غرب. وهذا الفيديو هو الجزء الأول، سوف في الجزء الأول نمشي يعني نصف الطريق، وفي الجزء الثاني سوف نتابع الرحلة ديالنا عبر المسار نتاع طريق السيار. وأنه طريق فوق شوف كاين تشر كاين بنايات تحت، يعني الطريق راح يمر فوق هذه البنايات هذه. هذا المكان هذا يتطلب جسر، لازم يكون فيه جسر كبير.
إذن هذه الحالة هذه تدل على ماذا؟ تدل على أنه المشروع ما حش ينتهي في القريب يعني العاجل، يعني الجزء هذا ما حش ينتهي، لأنه يظهر وأنه صعب المعنى. على كل حال في قضية يعني في ميدان الهندسة المدنية ما كاش حاجة صعبة، الناس بنات في ماشي غير فوق البحر، كنا نقولوا بكري الناس تبني في البحر، الآن ما يش تبني غير في البحر، هي تبني ما بين السماء والهواء، بنوا في الفضاء، في الفضاء وبنوا فيه غير في البحر، فما كاش حاجة مستحيلة في ميدان الهندسة المدنية. يسمى قضية وسائل، قضية أموال، قضية ميزانية، وقضية التكنولوجيا نقدر نشريوها، حتى ولو إلا كنا نفتقد لهذه التكنولوجيا نقدر نشريها، نشريو نديرو الشراكة ونجيبو التكنولوجيا اللي لازم، لكن تبقى المشروع يبقى المهمة مستمرة، وحنا نبقى مستمرين في الطريق هذا إلى حدود الأنفاق تعدل على الميزان، يعني الأنفاق جاية تقريبا في منتصف الطريق، ويعني الهدف حاليا يعني مش مشروع، الهدف هدف ظرفي، هو تسليم الجزء اللي كاين ما بين الأنفاق تعدل على الميزان إلى حدود طريق السيار شرق غرب، واللي فيها حوالي 17 كيلومتر، وهذاك الجزء سوف يسلم يعني تقريبا الاشغال انتهت فيه يعني، وسوف نشاهده في الفيديو الثاني. اذا نخليكم تابعوا الفيديو، اذا رانا نقرب من النصف الى حدود الانفاق تاع دراع الميزان، خليكم تابعوا وكذلك انتظروننا في الفيديو الثاني اللي الجزء الثاني اللي سوف يمتد ما بين دراع الميزان الى حدود طريق السيار الشرق غرب، الى حدود السد الجباحية جسر الجباحية وطريق السيار الشرق غرب. اذا نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.